بابا وماما انفصلوا وفضلتي برضو متفوقة. إزاي قدرتي يعني توازني ما بين دراستك ما بين شغلك وما بين مشاعرك الشخصية؟ لا كان صعب قوي يعني. كانت أصعب مرحلة في حياتي أعتقد. يعني أولاً لأنه أنا كنت في آخر سنة لما انفصلوا كنت في الباك في ثانوية عامة. ثانوية عامة وكان أسبوعين قبل الامتحان الكبير بتاع الثانوية العامة. يعني أي حد مكاني أعتقد كان ممكن ينهار تماماً ويعيد السنة ويقول لا أنا مش هروح امتحن، علشان برضو يعني ما كانش انفصال سهل ومتحضر، يعني عارفة كانت عاصفة برضو كده. فقفلت تماماً أي مواضيع شخصية وقلت طيب أخلص بس ده. والحمد لله خدت البكالوريا ده أو يعني الثانوية العامة بامتياز وانهارت بعدها. قبل ما تحكي لي عن انهيارك وقتها عايز أعرف تفاصيل اليوم ده، يوم ما بابا وماما قرروا إن هم ينفصلوا، مين جاءلك بابا ولا ماما؟ ماما. جات قالت لك ايه؟ احكي لي المشهد وصفيه لي. ليه وفاء؟ لا انا ما كنتش في البيت، كنت في المدرسه، كنت في المدرسه ورجعت، وهو يعني رجعت ماما قالت لي هو باباكي مش راجع تاني. كانت هاديه؟ لا. كان بتعيط يعني وكده ولا كانت متعصبه؟ لا كانت منهاره تماما يعني. قلت لها ايه لما قالت لك كده؟ لا انا ما قلتش حاجه لمده سنين، ما قلتش حاجه، انا سكت ولا كلمه. لا ولا كلمه، انا ما قلتش حاجه ولا ليها ولا لابويا. بس وقتها شيلتي الذنب لبابا عشان هو اللي قرر يخرج من البيت. مش علشان قرر ان هو يخرج من البيت، وحتى يعني هو عارف، لان انا قلتها له بعد كده. يعني انا صممت ان انا اقول كل حاجه كانت جوايا ساعتها، وعلشان كده يمكن حتة إنك تروحي لدكتور أو يعني دكتور نفسي أو لايف كوتش وتتكلمي، ده بيخليكي كمان تتصالحي مع أغلى الناس على قلبك. فما كنتش عايزة إن أنا عمري ما أقول الكلام ده، فقلته، بس قلته من 3-4 سنين قريب. يعني قريب جدا قلت له. هي المشكلة على فكرة عمرها ما بتبقى أو عمرها ما كانت في إن أنتوا تنفصلوا، هي في إزاي، هي إزاي بنعمل الحاجة مش الحاجة. يعني الطلاق حلال وفي الآخر يعني موجود وحتى لو السبب ما هواش كبير في الآخر، لو أنت مش مبسوط بس إزاي. هو بابايا كان صغير ساعتها ومامتي كانت صغيرة، فدلوقتي أنا بفهم، دلوقتي بعذر، دلوقتي فهمت الدنيا وفهمت إنه مش كل حاجة بتبقى بالورقة والقلم ومش كل حاجة بتبقى بيرفكت. والكلام برضو بتاع الشعارات دي صعبة جداً إن احنا نطبقها في الحقيقة. بس هو في الآخر أعتقد إنه هو خاف، معرفش، خاف يجي يقول لي خاف. فأسهل حاجة ما واجهكيش خالص. لا ما واجهنيش. لمدة كام؟ سنين ما شفتيهوش سنين؟ أعتقد إن أنا قعدت سنتين مثلاً ما ردش عليه، ما شوفوش. هو كان في فرنسا، يعني كان سافر فرنسا. وكان بيحاول يكلمك؟ كان بيحاول يكلمني بس ما كنتش بعرف أرد. قلتيلي انهارت بس ما تكلمتيش ولا كلمة، انهيارك كان شكله إيه؟ كان غضب جوايا بيطلع في حاجات كتيرة تانية، بيطلع في حاجات زي إيه؟ لا هو الأصل الانهيار ده، بصي انت انا فاكره مثلا صاحبه والدتي لما جت بعد الانفصال بتاع اهلي وجت تتكلم معايا وقعدت تقول لي على فكره يعني تعالي قولي لي كده انت حاسه بايه عشان اعرف بس افهمك. قلت لها انا حاسه انه عالمي انهار، يعني كل حاجه انا عارفاها راحت، يعني كل الثوابت اللي انا كنت عارفاها. وزي ما بقولك حتة برضو إنه إحنا كنا طول الوقت مع بعض، طول الوقت بسافر معاهم، بياخدوني حتت، فكنت ده كان العالم بتاعي، ده العالم اللي أنا عارفاه، وكانوا صحابي يعني وهم لسه صحابي يعني. فتحسي إن أنت هو أنا ما كنتش كفاية،
ففي أسئلة كتير، والطفل يعني الأوحد غير الأطفال اللي بيبقوا اتنين تلاتة بيبقى أسهل بكتير، بس الأوحد ده بيبقى أصعب شوية، يعني بيبقى صعب عليه إنه يتقبل إن عالمه تفكك. فده كان إحساسي، فما انهارتش بحزن أو إن أنا صعب عليا نفسي، لا أنا بالعكس أنا كنت قوية جدا، وابتديت بقى أقول طيب أنا محتاجة بقى العالم بتاعي أنا بس، يعني أنا مش هينفع يبقى العالم بتاعي ده في ناس تانية، لأنه واضح إن الناس بتروح. حسيتي بالتجاهل إنهم ما فكروش فيكي، فشيء زعجك أنتي، يعني أنتي المركز بتاع حياتهم، إزاي يتجاهلوه وكل واحد يعيش حياته. بابا حب وقتها واتجوز. دلوقتي ممكن تعذري حد لو مر بحاجة كده؟ آه طبعاً. لكن أرجع وأقول الطريقة، يعني في طريقة معينة، في أصول، في شياكة، في طريقة، حتى لو خايف، حتى لو متضايق، حتى لو مش عارف يعني مش عارف تطلع إزاي من الموقف ده، لكن في الآخر معلش تعالى على نفسك، تعالى على نفسك وقول الحاجة. يعني أنا لو كنت بس فهمت، وحتى ومش ليا بس، حتى لمامتي يعني لو هي بس كمان كانت فهمت، لكن مش دايماً ده بيحصل، يعني مش دايماً ده بيحصل. أنتي ومرات بابا صحاب؟ مش يعني مش صحاب، بس بشوفها بنتعامل، بس مش صحاب. عندك أخ أو أخت من بابا؟ لا. أمنيتك اتحققت، بركاتك يا شيخة هند وراه. لا ما خلفش، لا ما خلفش. مبسوطة أنه ما خلفش بصراحة؟ كنت هتضايق قوي. لا كنت هتضايق قوي، اصل دي بتبقى ده بقى الشرخ اي طفل وحيد اصلا بيبقى عنده دايما الشرخ ده، يعني شرخ انه انا مش هيحبوني انا لوحدي. انا لما خلفت اتنين فهمت ان الحب ما بيتقسمش، هو بيتضاعف. صح. لكن انا ساعتها من وجهة نظري انا كطفله كنت شايفه انه هيتقسم، فكنت رافضه تماما. وانت عارفه الطفل بطبيعته نرجسي، فنرجسيتي دي هي اللي خلتني ساعتها أرفض تماماً إن أنا أشارك أي حد يشاركني نظرتهم ليا، اهتمامهم بيا. فلا بابايا ما خلفش بعدها. بعد قد إيه شفتي بابا؟ يعني سنتين. سنتين حاول يكلمك ما كنتيش بتردي. لما جه تونس، لما جه من باريس شفتيه؟ يعني أنا اللي رحت له باريس. أنت رحتي ليه وإزاي؟ يعني إيه اللي خلاكي تاخدي القرار بعد ما كنتي مخصماة إنك أنتي تروحي له؟ وحشني بقى. ولا وحشتك باريس؟ قولي الحقيقة. المصلحجية اللي جواكي دي فاهمة؟ طبعاً في طبعاً فيها جزء. في جزء ما يوديني يفسحني بقى كده والعب له على كل نقط، كل الذنب. كفر عن ذنوبك وسيئاتك. لا بس كان وحشني برضو. أنا علاقتي بأبويا علاقة خاصة جدا جدا جدا. احنا الاثنين برج العقرب، واحنا الاثنين فينا حته كده فيلسوفه. هو ابويا كان مسمينه سقراط في الجامعه. فينا حته كده دايما الاسئله الوجوديه، وممكن نقعد ساعات نتكلم فيها. فهو صديق. يمكن دي اكتر حاجه زعلتني، او يمكن دي اكتر حاجه حسيت بحزن شديد بعد ما هو سافر. كمان هو مش بس انفصال، هو سافر بلد تانية. ان صديقك راح. فقدت صديقي. فقدت اعز صديق لي.